يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. كل التحيه في بدايه حلقه النهارده من السادسه لكل الاهلاويه. فرصه تقدر تقول عليها فرصه عظيمه لالتقاط الانفاس، الاجنده الدوليه او التوقف الدولي، المنتخب الاول طبعا وتصفيات افريقيا، مواجهتين مهمين مع ملاوي 24 و28، وطبعا منتخبنا الاولمبي تصفيات افريقيا المؤهله طبعا لبطوله افريقيا اللي هتستضيفها المغرب. وطبعا اهميتها طبعا انه الثلاث منتخبات الاوائل هيتاهلوا مباشره لبطوله اولمبياد باريس، فبالتالي نتمنى التوفيق طبعا للمنتخبين سواء الاول او الاولمبي. ولكنها فرصه كمان بالنسبه لينا كاهلي نرتاح شويه، الايقاع يهدى شويه، لان الحقيقه الايقاع كان على اشده في الشهرين او الشهر ونص اللي فاتوا. مجموعه كبيره جدا من المباريات الثقيله، مجموعه كبيره جدا من اللقاءات المهمه وعلى مستوى عالمي ودولي، فبالتالي كنت محتاج الحقيقه تاخد البريك ده. صحيح عندك كتير من اللعيبه الدوليين سواء المحترفين الاجانب او المحترفين المصريين على قوائم المنتخبات الدوليه، معلول، ديانج، بيرسيتاو، تونس، مالي، جنوب افريقيا على التوالي كده، وطبعا محترفيننا في المنتخب المصري سواء الاول او الاولمبي. لكن اعتقد انه الجهاز الفني على الاقل هياخد فرصه كويسه جدا للتحضير لماتش الهلال السوداني، اللي اتوقع طبعا انه يكون يوم واحد، لانه 31 التاريخ اللي كان معلن قبل كده صعب صعب صعب، واحد من علامات الاستفهام اللي تاكد لك دايما على انه في تضارب، ازاي الاتحاد الافريقي المسؤول عن تصفيات افريقيا والمسؤول عن دوري الابطال يحط مواعيد بالشكل ده، شيء مش مقبول ولا منطقي ولا معقول على الاطلاق. لكن على كل الاحوال كانت فرصه كويسه جدا انك انت تتابع الكلاسيكو وتفصل شويه عن الحاله الكرويه في مصر، لان عشان تنقل اوروبا في فجوه زمنيه كبيره جدا. والكلاسيكو امبارح الحقيقه قال كتير، على الرغم من انه كتير من وانا منهم الحقيقه توقعنا انه بعد خلاص بقى ما كريستيانو رونالدو رحل وميسي رحل انه الكره في اسبانيا او الليجا في اسبانيا هتنزل هتتاثر، وخصوصا انه الفرقتين دول طول عمرهم تاريخهم بيقول ان هم بيعتمدوا على اهم نجوم العالم، يعني مفيش جيل، مفيش فتره، مفيش مرحله ممكن يخلو فيها فريق برشلونه او ريال مدريد من اهم الاسماء في عالم كره القدم. اللي حاصل الفتره دي كده، مفيش نجوم من العار الثقيل، مفيش اهم الاسماء، مفيش امبابي، مفيش هالاند، مفيش كتير، مفيش صلاح، مفيش نيمار، مفيش من هنا للصبح. ورغم ذلك الحقيقه طبعا يحسب ده للريال انه عنده قدره على المنافسه اوروبيا حتى مع استغنائه على اهم الاسماء اللي كانت بتنتمي ليه. رافا فاران ماشي، سيرجيو راموس برضو اوكي، طبعا جارث بيل، كريستيانو رونالدو، كل دي نجوم واسماء من العيار الثقيل رحلت. ولكن الكلاسيكو امبارح بيقول لا، ده مش واقع، الناس دي بتشتغل على اعلى مستوى. والسؤال اللي انا حابب اتكلم معاكم فيه، استغل فتره التوقف دي واتكلم فيه واطرحه مع حضراتكم، وهيبقى جزء من حلقه النهارده، يعني بحب كده نفكر او افكر مع الجمهور، يعني تفاعلوا وتفكروا كده في الكلام اللي بيتقال ده. الصوره او التابلو اللي حصل امبارح في كلاسيكو الارض او كلاسيكو دروس كلاسيكو زي ما بيسموه، كلاسيكو كل الكلاسيكيات، برشلونه وريال مدريد، بتقول كتير. واللي عايز او بيحلم في يوم من الايام للكره المصريه بمستقبل يعني يرضي طموحات الجماهير، مش هقول مستقبل باهر، يعني انا ما طالبش ان احنا ناخد كاس العالم لانه ده حلم صعب جدا، لكن اللي عايز يحلم واللي عايز يشوف تطور في الكره المصريه يبص لل90 دقيقه دول ويذاكرهم ويدخل في ادق تفاصيلهم، هتلاقوا اجابات كتيره جدا على اسئله اعتقد انه كل المسؤولين على منظومه الكره في مصر ما عندهمش اجابات عليها. ايه هي الاسئله وايه هي الاجابات؟ خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم فيها. وما زال النجم المصري في الصدارة، وكلام كتير طبعا عن انتقاله الموسم القادم لنادي تاني في أوروبا. صلاح أعتقد أنه يناسب أكتر الدوري الأسباني، وكان كلامي في بداية الحلقة عن الدوري الأسباني. الناس دي بتعمل إيه أو الناس دي بتشتغل إزاي؟ وعشان نتكلم من الآخر، عشان يكون في أمل أنه يكون عندك عدد كبير جدا في الملاعب الأوروبية، عدد لعيبة يعني من المحترفين في الملاعب الأوروبية، فده أمل بعيد المنال، يعني خلينا نقول مش في المستقبل القريب. نتمنى طبعا أنه ده يتغير، نتمنى أن احنا نشوف زينا زي بقية أفريقيا، عندنا 30 40 50 لاعب في أوروبا، منهم نصهم على الأقل بيلعبوا في أندية كلاس A.
يفرق معانا كتير، يفرق معانا كتير، ده ما فيش شك فيه. لكن الامل القريب او الرهان القريب هي البطولات المحليه. البطولات المحليه حدث ولا حرج. عشان كده كنت بقول لكم انه الكلاسيكو اللي شفناه امبارح ده هي مش قصه مباراه مهمه بين فرقتين كبار او فرقتين ليهم جماهيريه وشعبيه وتاريخ كبير جدا، لكن هي قصه بطوله، قصه بطوله اسبانيه اعتمدت على تاريخ طويل جدا من النجاحات وتاريخ اكبر من اسماء النجوم اللي لعبوا فيها، احسنوا ادارتها، احسنوا استثمارها، احسنوا تطويرها لغايه لما وصلت الصوره لينا زي ما شفنا كده امبارح. كوره على اعلى مستوى، في ملاعب على اعلى مستوى، في حضور جماهيري على اعلى مستوى، في تصوير تلفزيوني ونقل وبث على الهواء مباشره لكل مكان في العالم، ومستوى تحكيم طبعا راقي جدا ومتقدم، على الرغم ان الحكم ممكن كان ليه بعض الاخطاء او الهفوات في مباراه امبارح، لكن في النهايه ده شغل كتير جدا. هل احنا مش بس في الوقت الحالي وقبل كده شفنا حد بيشتغل على تطوير المسابقه بالشكل اللازم؟ هل انت مكانه وحجم واهميه وتاثير ومردود الدوري المصري زي ما كان في يوم من الايام او في تاريخ من التواريخ واحد من اهم وافضل واقوى البطولات على المستوى الافريقي والعربي؟ هل ده وضعنا الحالي؟ طيب هل في حد بيشتغل حقيقي عشان يغير الصوره دي ويغير من الواقع ده؟ اسال نفسك سؤال بقى، وده تقوله على الدوري الانجليزي، على الدوري الاسباني، على الدوري الفرنسي، على الدوري الالماني، او على الدوري الايطالي، سمي اي دوري كما شئت. في كل دوري من دول في كام نادي بيمثل شركه او بيمثل هيئه او بيمثل كيان؟ على الرغم من ان كل الدوريات دي مليانه باسماء الشركات العالميه، على ملاعب، على تيشرتات، على حقوق رعايه، هتلاقي اكبر شركات في العالم في كل المجالات، اتصالات وطيران و و و و وتامين وكل المجالات، كل المالتي ناشونالز موجوده في الدوري الانجليزي وموجوده في الدوري الاسباني وموجوده في الدوري الالماني، لكن مش ممكن تكون ممثله في هيئه نادي. مش ممكن تكون البطولة في أي مباراة من مبارياتها حتى وإن كان المواجهة بين صاحب الصدارة في الترتيب وصاحب آخر الجدول تكون بدون حضور جماهيري ولا اهتمام جماهيري. الجمهور اللي احنا افتقدناه واللي اتأثر بيه حتى الأندية الجماهيرية، يعني احنا بنقول ان نص الدوري المصري يمكن أكتر من نص الدوري أندية ملهاش أي تواجد جماهيري، ملهاش أي ظهير جماهيري. وحتى رغم ان في 6-7 انديه بيلعبوا عندنا فهم برضو في النهايه محرومين من حضور الجماهير، وده اثر شئت ام ابيت. دي واحده من الحاجات اللي اثرت تاثير سلبي كبير جدا على الكوره عندنا في مصر. وشفنا جماهير سان داونز، وشفنا جماهير الوداد، وشفنا جماهير كتير جدا في افريقيا، وشفنا جماهير طبعا في اسبانيا امبارح. جماهير لا شفت خروج على النص ولا شفت يعني اهانات او توجيه جماعي. ممكن تحصل حالة فردية، ممكن تحصل حاجة عنصرية، بس استثناء مش قاعدة، لأن القانون هناك رادع وبيتم تطبيقه على أي حد، الكبير قبل الصغير. لا شفنا شماريخ ولا شفنا كلام، ده كله محتاج شغل، وشغل سهل جدا على فكرة. مش بتكلم في معجزات، تقدر تطور وتقدر تظبط وتقدر تصلح حالة التشوه اللي حصلت في الكورة عندنا في مصر في العشرين سنة الأخيرة. تقدر تعمل ده، تقدر تحط ضوابط ترجع بيها. وشفنا جماهير مصر لما بتحضر صوره يعني منتخبات، اي مباراه لمنتخبات مصر بيكون الشكل عامل ازاي، شكل اكتر من رائع. الاهم هي الضوابط اللي بتحطها للحضور والضوابط والعقوبات اللي بتحطها للمخالفات. ازاي نرجع الانديه الجماهيريه؟ ده واحد من الاسئله اللي لازم المسؤولين في مصر يجاوبوا عليه. ازاي ترجع المنصوره، وازاي ترجع القناه، وازاي ترجع الاولمبي، وازاي ترجع الترسانه، وازاي ترجع الانديه دي مره ثانيه تقف على رجلها، رغم ان انا ما بعفيهمش من المسؤوليه. المسؤولين المتعاقبين على الانديه دي جزء كبير جدا من منظومه فشلها، او سبب رئيسي من منظومه فشل الانديه دي. لكن ما عندكش رهان تراهن عليه في المستقبل القريب غير البطوله المحليه، للاسف الشديد انا بقول كده. واللي ممكن جدا 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 لو في رؤيه، لو في تصور، لو في قدره على الاداره والتنفيذ، الوضع اللي احنا شايفينه، حاله العك اللي حاصله على كل المستويات، ملاعب، جماهير، تحكيم، نقل وبث تلفزيوني، يتغير بشكل كبير جدا. انا بحط الكلام ده قدام الجمهور قبل ما بحطه قدام المسؤولين. يستجيب المسؤولين، ما يستجيبوش هم بيتحملوا المسؤوليه في النهايه، لكن الجمهور اللي عليه انه يطرح الاسئله ويجاوب ويفكر ويتفاعل
ده كلامي ليكم. طيب نروح للاهلي سريعا جدا، والنهارده طبعا انتوا عارفين كل سنه وانتم طيبين طبعا، يعني نهايه الاسبوع ده ان شاء الله، ان شاء الله غالبا الخميس هيكون بدايه شهر رمضان الكريم، الشهر الفضيل اللي بنستناه من السنه للسنه، احلى اوقات السنه اللمه والعيله والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منكم جميعا وكل سنه وانتم دايما طيبين وبالف خير. وانتم عارفين ان احنا في رمضان يعني الدنيا بتسيب شويه، فبالتالي والاهلي عنده ماتشات مهمه جدا طبعا اغلبها هيكون في رمضان، واهمها طبعا لقاء الهلال السوداني اللي هيكون يمكن في تاني اسبوع من رمضان، فبالتالي كان فيه اهتمام من الجهاز الفني وتحديدا الطبي دكتور ايهاب علي مستشار التغذيه في نادي الاهلي المعني طبعا بتغذيه الفريق الاول، حط برنامج وكان حريص انه يحط برنامج حدد فيه البرنامج الغذائي الخاص بالفريق خلال شهر رمضان بشكل يتناسب طبعا مع الصيام وفي نفس الوقت مع ضغط المباريات اللي هيبدا في الشهر الفضيل، واوله طبعا المباراه الصعبه جدا جدا، ما زلنا بناكد ماتش الهلال يا جماعه مش نزهه، مباراه الهلال صعبه جدا، والهلال جاي للقاهره بكل اسلحته عشان يحقق هدفه في التاهل اللي شايف ان هو الاحق والاقدر به، وخصوصا انه معنويا عنده فرصتين، عنده فرصه التعادل وعنده فرصه المكسب، فبالتالي نتمنى ان شاء الله باذن الله انه التعامل مع المباراه، وانا اكيد طبعا على كل المستويات يكون بمنتهى الجديه، مباراه فاصله ومهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. من ضمن الاخبار الكويسه انه متولي الحمد لله يعني بينفذ المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي، وقريب جدا يخش في التدريبات الجماعيه للفريق ان شاء الله باذن الله طبعا، يعني يكون اضافه كبيره جدا ويرجع لمستواه اللي ظهر بيه في بدايه الموسم، كان واحد من اهم اوراق الاهلي الدفاعيه. هنتكلم على قائمه المنتخب النهائيه، وهنتكلم على الكلاسيكو، وهنتكلم على ماتش الاهلي والهلال، بس خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسه. طبعا يعني نو واي ميد ان نورواي، طبعا الكلام على واحد من اساطير النرويج بقى ومن اساطير كره القدم العالميه دلوقتي طبعا ايرلينج هالاند، ومعانا واحد من نجومها السابقين الحقيقه اللي تالقوا في الدوريات الاوروبيه المختلفه، لعب في انجلترا مثلا لشيفيلد يونايتد ميدلزبرو، ولعب في المانيا في البوندسليغا لاينتراخت فرانكفورت، معانا يان فيورتروفت طبعا نجم الكره النرويجيه السابق ضفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. برحب بيك، اهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. Thank you for having me on and thank you for بل شكرا لكم على استضافتي، وشكرا على استعاده على شكرا عن جعلتموني استعيد هذه الذكريات الجميله الخاصه باهدافي، شكرا لكم. يعني خليني طبعا ابدا معك، اهم محطاتك واهم اللقطات اللي مش ممكن ابدا تغيب عن الذاكره بالنسبه لك سواء في الملاعب الانجليزيه، انا عارف انك كنت محترف لعبت في الدوري الانجليزي مع اكثر من فريق منهم شيفيلد يونايتد وميدلزبرو، ولعبت ايضا في الدوري الالماني مع اينتراخت فرانكفورت. اعتقد ان انني لاعب كره رحاله، لعبت في كل مكان في النرويج وعشقت كره القدم هناك، وكنت احلم دوما ان انتقل للبوندسليغا والبريمير ليج وبالطبع ان امثل منتخب بلادي النرويج، فبالتالي كان احب اللحظات لي حينما كنت احرز هدف للنرويج، وخصوصا ضد بولندا والذي نشرتموه حينما نزعت قميصي، كان هدف التاهل لنا وجعل موقفنا مرتاحا بعد ذلك، فهذه افضل لحظه لي في تاريخي. يمكن العالم في الوقت الحالي كله مشغول وبيتابع طبعا نجم الكره النرويجيه ونجم مانشستر سيتي ايرلينج هالاند، وخليني ابدا الكلام انه قبل بدايه الموسم كان هالاند او اسم هالاند واحده من اهم الصفقات في الميركاتو الصيفي، انتقاله لمانشستر سيتي، لكن في الوقت الحالي مستوى هالاند اللي قدمه على مدار مشاركته مع السيتي اهله انه يكون ان لم يكن احد اهم لاعبي العالم، ولكن خلينا نقول على الاقل هو اهم مهاجم في الوقت الحالي على مستوى الكره العالميه. كنت متوقع او كنت شايف انه ده ممكن يحصل في خلال موسم واحد بعد انتقاله للمان سيتي؟ أعتقد أن هذا هو ما فعله إيرلينغ هالاند بالفعل حينما انتقل إلى سالزبورغ وتألق في دور الأبطال، فأعتقد وحينما ذهب إلى الدور الألماني تألق أيضا مع بروسيا دورتموند، هذا ما يفعله هالاند، أحرز العديد من الأهداف، وأعتقد أنه
أنه وعائلته قد تفاجأوا بالانسجام السريع في الدوري الإنجليزي. والآن كل نادي في العالم يريد أن يوقع لهالاند. هو اختار في الصيف أن يذهب إلى مانشستر سيتي منذ عام، ويؤدي بشكل هائل مع مانشستر سيتي، أحرز 42 هدفا حتى الآن، فأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد على مستوى الأندية، وهذه لم تكن مفاجأة بالنسبة لي. هل تعتقد أن لو كان قرار هالاند بانتقال لأي نادي آخر غير مانشستر سيتي ومدرب تاني غير بيب جوارديولا كان ممكن يكون عنده نفس النتائج ونفس المردود؟ نعم، نعم، الإجابة نعم. فوالده وعائلته وكل الفريق كانوا يحاولون أن يجد الأفضل لإيرلينغ هالاند. وأتذكر حينما كان ينمو أمامي ووالده عرض علي وأخبرني أنه سيذهب لمانشستر سيتي، وكان الأمر من البداية كان مهما. بالطبع اللاعب يتعلم من المديرين الفنيين، ولكن أيضا المدير الفني يستفيد من اللاعب، واللاعب الآن لديه الكثير ليطوره. هو يحرز الآن العديد من الأهداف، ويجب ألا ننسى أنه لا يزال 22 عاما، فبالتالي أمامه الكثير ليفعله. خليني يمكن بعد مرحلة كريستيانو ميسي، بعد مرحلة رونالدو ميسي، الكل بيشوف أنه المرحلة القادمة أو أنه المستقبل هيكون لكيليان امبابي وإيرلينغ هالاند. هل بتشوف أنه كون امبابي بيلعب لمنتخب فرنسا، هو منتخب دايما مرشح لتحقيق البطولات، وإيرلينغ هالاند بيلعب للمنتخب النرويجي البعيد شوية عن المنافسة، هل ده ممكن يأثر على حسابات مين الأفضل على مستوى العالم، ومين الأقرب لجائزة الأفضل من وجهة نظرك في نهاية الموسم؟ أعتقد أن هذا سؤالا جيدا جدا. أعتقد أن امبابي الآن بالامتياز الذي لديه يلعب في فرنسا، وفاز بكأس العالم من قبل، وهو مؤهل بالفعل، وكذلك المنتخب النرويجي الآن، وكوني مواطنا نرويجيا أعتقد أن هذا ليس الأفضل دائما للاعب النرويجي أن ينافس مثل هذه المنتخبات. ولكن أعتقد أن نعم، أن مبابي هو الأقرب. هالاند يستطيع أن ينافس، يستطيع أن يكون أفضل لاعبين في العالم بعد ميسي وكريستيانو رونالدو. لديهم الآن، فكريستيانو رونالدو لديهما وميسي لديهما الآن 15 عاما تألقا فيهما. فأعتقد أن امبابي وهالاند هما أبطال خارقين لشعوبهم، وخصوصا امبابي لديه الشخصية ولديه القدرة على قيادة المنتخب. فأعتقد أن كلا اللاعبين عظام، ولديهم فرصة لفعل المزيد لمنتخبيهما. بالمناسبة الكلام عن المنافسة المتوقعة يعني في المستقبل بين كيليان امبابي وبين إيرلينغ هالاند، في كلام أنه ريال مدريد مهتم بأنه يشتري اللاعبين دول في موسم الانتقالات المقبل. هل أنت مع رحيل إيرلينغ هالاند عن الدوري الإنجليزي وعن مانشستر سيتي، وأنه يروح في تجربة جديدة لريال مدريد، ولا مع أن يبقى أو يستمر على الأقل لموسم أو موسمين تحت قيادة بيب جوارديولا؟ بالطبع يجب علينا أن نتذكر، يجب علينا أن نفكر ونرى أنه ليس له إلا موسم واحد مع مانشستر سيتي. لديه المزيد ليفعله، ولديه المزيد، وخصوصا بعد تحليل أداءه الفترة الماضية. على المدى القصير أستطيع أن أراه أن يذهب إلى ريال مدريد أو أي نادي، ولكن على المدى البعيد أعتقد أنه على المدى البعيد ليس لديه فرصة أن يغادر مانشستر سيتي، وإن كنت أتمنى أن أراه في ريال مدريد. أعتقد أن وخصوصا حينما لم نتأهل لكأس العالم لم تكن لديه فرصة لإظهار ما لديه، فأتمنى له على المدى القصير أن يبقى مع مانشستر سيتي
ويستمر لموسم او موسمين. الحقيقه مش بس ايرلينج هولاند اللي لفت نظري الموسم ده، لكن طبعا اوديجر نجم الارسنال كمان قدم يعني موسم اكثر من رائع، وقام بدور كبير جدا مع الارسنال اللي الحقيقه مع ارتيتا ظهر بشكل مختلف جدا الموسم ده، وما زال حتى اللحظه هو المرشح الاول للفوز ببطوله البريمير ليج. رايك في اوديجر؟ رايك في الموسم بتاعه مع الارسنال؟ وخليني ارجع بعد كده لنجوم الكره النرويجيه بشكل عام. لقد عدت فقط من انجلترا منذ ساعتين او ثلاث ساعات. انا قابلت مارتن اوديجارد، قابلت ايرلينغ هالاند في انجلترا. انا اعرف مارتن اوديجارد منذ ان كان 15 عاما، وكان يريد ان يذهب لريال مدريد، وانتقل بالفعل منذ ان كان عمره 16 عاما. وحينما ذهب الى ارسنال كان لديه فرصه ليتطور. لا اقول أني منبهر بمارتن حاليا، ولكني أيضا أقول أني منبهر بالأرسنال. فالليلة الماضية كان أرسنال رائعا، وكان فريقا قويا جدا. وبالطبع أرى أن أرسنال لديه القدرة أن يفوز بالدوري الإنجليزي. بعض التقارير تقول، أو بعض الناس يقولون أن مانشستر سيتي قريب من المنافسة، ولكن أرسنال حينما يقابل مانشستر سيتي يجب عليك الفوز بهذه المباراة فقط، وهذا صعب. فأرسنال هو المرشح الأول. المواهب اللي تألقت الموسم ده زي هالاند وزي أوديجر، يعني مارتن أوديجر وإيرلينغ هالاند، هل هم في كرة نرويجية أو المسؤولين عن الكرة عندكم في نرويج جم وفق مثلا خطة موضوعة أو برنامج تم إعداده عشان يقدم للكرة النرويجية مواهب ممكن تفيد المنتخب النرويجي، ولا نقدر ان هم نقول انها يعني اجتهادات فرديه او نجوم ظهروا وتألقوا بالصدفه؟ اعتقد ان المنتخب النرويجي الان لديه مشكله كبيره، ولكن هذه المشاكل تختفي حينما يكون لدينا لاعب كهالاند او مارتن اوديجارد، ولكن ليس لدينا مواهب على مستوى باقي المراكز، وخصوصا في أمم أوروبا. الآن لدينا في 2024 لدينا حارس مرمى يلعب بشكل مستمر، ولكن ليس لدينا موهبة كمارتن أوديجارد أو إيرلينغ هالاند. بالطبع هما سيمثلان منتخبهما بشكل جيد، وبالطبع سنشجع منتخبنا بشكل كبير، ولكن وخصوصا لان هذين اللاعبين يلهمان الشعب النرويجي باجمعه. لو اتكلمت على الانديه النرويجيه وخصوصا يعني غيابها عن المنافسه او الظهور في البطولات الاوروبيه، هل بتعاني من قله الامكانيات مثلا؟ هل مشكله ماديه، ولا مشكله فيما يتعلق باللوائح الحاكمه للمنظومه؟ ايه هي سقف الاجور عندكم في الدوري النرويجي بالنسبه للانديه طبعا، وايه اللي بيمنع احتراف لاعبين مصريين في النرويج؟ أجيب على الجانب الآخر من السؤال. أنا أحب أن أرى اللاعبين المصريين في الدوري النرويجي. أنا أحب الكرة المصرية، وأود أن أرى اللاعبين المصريين في النرويج. ولكن للسؤال الأول أستطيع أن أقول أن الموارد، نقص الموارد، وأعتقد أن العملية المالية الخاصة بالأندية تكون عائقا، وخصوصا لدينا في الموسم الأخير تأهل فريقا لنا في دوري المؤتمرات قبل نهائي دوري المؤتمرات، ولم نستطع أن نتجاوز. كان روزنبورغ يلعب في دوري الأبطال، ولكن كان يجب عليك أن تبذل المزيد من الأموال وأن تقاوم هذه الأندية الكبيرة. وكل لاعب وكل جيل قد أتى على الكرة النرويجية يتحلى بالمواهب، ولكن من الصعب أن تحتفظ بهذه المواهب. يجب عليك أن تقاتل على كلا المستويين. للأسف خرج الأرسنال، وبالتالي فقد مارتن أوديجر نجم الكرة النرويجية فرصه في تحقيق لقب أوروبي، لكن مازال إيرلينغ هولاند في المنافسة في الشامبيونز ليج. عنده مواجهة صعبة جدا مع السيتي في مواجهة العملاق البافاري بايرن ميونخ. ازاي بتشوف المواجهه دي، وايه هي فرص السيتي في التاهل من وجهه نظرك؟
حسنا، أنا أعتقد أن بطولة دوري أبطال أوروبا والطريق إلى إسطنبول هو طريق صعب، وسيتحدد من الفائز بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. أعتقد لن تكون مفاجأة أن يكون الطرف الآخر ريال مدريد، ولكن هذه طريق طويلة وصعبة. بالطبع بما أني مشجع لإيرلينغ هالاند أتمنى أن يفوز، وأتمنى أن يفوز بالإف إيه كاب ويتأهل للنهائي ويفوز بها. بالطبع أرسنال كان لديه فرصة للفوز باليوروبا ليج، ولكن الآن عليه أن يركز على الدوري الإنجليزي. نعم، الآن لدينا مانشستر سيتي في دور الأبطال أمام بايرن ميونخ وأمام منافس كريال مدريد. ستكون فرصة صعبة لمانشستر سيتي، ولكن يجب على أحد الفريقين، بما أني مشجع لريال مدريد أيضا، يجب على أحد الفريقين أن يقصي الآخر. فأعتقد أن النهائي سيكون ربما يكون بين مانشستر سيتي أو ريال مدريد، ولكن أيضا نابولي لديه حظوظ كبيرة. ستكون بطولة رائعة بالفعل. أنا أتوقع أن هي أزرق ما بين نابولي وما بين المان سيتي. على كل أحوال بشكرك شكرا جزيلا يان فيورتروف، طبعا نجم الكرة النرويجية ونجم ميدلسبراو وشيفيلد يونايتد وأينتراخت فرانكفورت السابق. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. تعالوا بقى نتكلم على كرة الكلاسيكو، على جمال الكلاسيكو، وما يفوتناش طبعا الكلام على منتخب مصر والقائمة النهائية اللي أعلنها طبعا روي فيتوريا. بس اسمحوا لنا فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة. عادة يعني من طبعي ان انا ابقى ديمقراطي مع ضيوفي، يعني بحب كده اسالهم قبل ما ندخل على الهوا موضوعاتنا كذا، تحب نبتدي بكذا، تحب نختم بكذا. والحقيقه انا عملت ده مع ضيفي النهارده طبعا صديقي العزيز احمد مصطفى قبل ما نبدا الهوا على طول، وهو طلب ان احنا نبدا بماتش الاهلي والهلال. بس انا مش هينفع اعمل كده بصراحه، انا هستغل الفرصه واقول له هارد لك يا ابو حميد، عشان امبارح البارسا علم على الريال وبصراحه مسح بيهم الكامب نو. مش للدرجه دي يعني، هو كسب بس هو يستحقه بصراحه المكسب. لا ماتش كبير طبعا وعالمي جداً. بعد السوبر وكده الليجا خلاص، تقول باي باي تودع ولا ايه؟ باي باي خلاص كده الليجا. الريال اعتقد هو هيبقى بطل دوري ابطال اوروبا. لا ما انا مسايب عليكم البارسا في الليجا ومسايب عليكم السيتي في تشامبيونز ليج، انا مش هسيبكم يعني. بس السيتي برغم من قوته، بس الريال طبعا بالنسبه له هو البابا. هنيجي لان في مواجهه محتمله جدا، يعني انت لو عديتوا من تشيلسي واحنا عدينا من البايرن يبقى لازم هنقابل بعض في نهائي مبكر برضه. دي حقيقه تاني بيتكرر تاني. هنيجي للتشامبيونز ليج، بس تعال نبدا طبعا بفرص الاهلي اللي تجددت في بطوله دوري الابطال. وانا قريت السيناريو ده من قبل مباراه القطن الاولى، الاصوات اللي كلها كانت بتتكلم على انه الاهلي لازم يفوز بالاربع ماتشات المتبقيه ليه عشان يضمن التاهل. انا قلت لا مش حقيقي، وانه الاهلي عليه انه يكسب ثلاثه على الاقل، بشرط طبعا تعثر واحد من الفرقتين او هما الاثنين يخبطوا في بعض، وقد كان الاثنين خبطوا في بعض وتعادلوا بنتيجة 1-1، ودي النتيجة اللي خدمت النادي الأهلي. الهلال على مدار دور المجموعات إزاي شفته؟ لو حبيت نعمل تقديمة كده تلخص بيها حال فرقة الهلال قبل ما نروح للتفاصيل. الهلال السوداني الموسم ده أقوى نسخة ليه أنا شفتها لهم من سنين. أعتقد فريق قوي، معاه مدرب كويس جدا، فريق لدرجة إن هو تعب صن داونز ذهاب وعودة. على فكرة بالرغم إن صن داونز تعادل معاهم في مباراة العودة، والناس كانت يعني بتقول إن هو ممكن الماتش يبقى صن داونز ضمن الصعود وكده، لكن اللي اتفرج على مباراة الذهاب أصلاً صن داونز كسبان 1-0 بالعافية. فالهلال السوداني فريق قوي، عمل قدامنا مباراة كبيرة برغم إن إحنا برضه ما كناش نستحق الخسارة. لكن الهلال السوداني أعتقد إن هو منافس قوي، ومباراة هتبقى صعبة جداً على النادي الأهلي بالرغم إن هي على ملعبنا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يعني هنقدر نستغل الفرصه اللي جات لنا تاني ونصحح المسار. واعتقد النادي الاهلي لما بتجيله الفرصه ديت ما بيفرطش فيها، ونقدر ان شاء الله نكسب الهلال السوداني ونصعد. البعض متخيل ان شاء الله باذن الله طبعا، بس البعض متخيل انه بما انه الاهلي عنده شخصيه البطل، وبما انه المباراه هنا في القاهره على ارضنا وسط جمهورنا، وبما انه الاهلي ملوش امل في التاهل غير الفوز، فبالتالي المباراة سهلة أو أنه الفوز في المتناول. على الرغم من الحقيقة أنه زي ما أنت قلت يمكن هلال فقد الفرصة التأهل في أم درمان، لكن أنا شفت الهلال خطر جدا، وبالذات في بداية المباراة، وبالذات في التحولات السريعة من الدفاع للهجوم شكل خطورة كتيرة جدا لليبو رأس الحربة بتاعهم الكونغولي، جات له فرص كتيرة جدا في المباراة لكن ما كانش موفق فيها. فشايف هل بتتفق مع وجهه نظر انه الاهلي قادر يحسم بسهوله، ولا شايف ماتش العوده او مباراه الجوله الحسم مباراه صعبه على النادي الاهلي؟ لا مباراه صعبه جدا، صعبه جدا لصعوبه الموقف رقم واحد. رقم اثنين الهلال السوداني بقى فريق قوي،
وخاصه ان انت مفيش حل قدامك غير المكسب. فالموضوع النادي الاهلي مفيش اسم ما بتحسبش غير على اثنين، خلاص هو المكسب مفيش غيره. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني هيركز جدا، مباراه محتاجه تركيز، محتاجه ان احنا من اول مباراه ننزل ضاغطين على فريق الهلال السوداني. عندهم مشاكل كتير بالرغم ان عندهم زي ما انت قلت يا احمد عندهم تحولات هجوميه خطيره جدا. عملوها مع صن داونز في مباراه الذهاب وعملوها في مباراه العوده، وقدروا حتى يستغلوها وجابوا ضربه يعني ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره وضاعت. فالهلال السوداني فريق خطر. عندهم مكابي طبعا احرز هدفين في القطن الكاميروني، وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان هو من اخطر لاعبي الهلال السوداني، لعيب سريع ولعيب جناح، واحرز فينا هدف في بطوله السنه اللي فاتت. هو احرز فينا هدف برضه، بس النادي اللي كان كسب الهلال السوداني برضه. فاعتقد ان مكابي ده اخطر لاعب في الهلال السوداني. طيب، هنتكلم عنه بالتفصيل. ظهر الهلال في دور المجموعات 5 مرات، اعتقد ادونا فكره كافيه عن الفريق الهلال اللي كان بالنسبه لنا مجهول. اتكلمنا طبعا معاكم في السادسه وقلنا لكم على التدعيمات وعلى انه شكل الكره في السودان هلال ومريخ بتتغير، وان هم مهتمين جدا الموسم ده وهيظهروا بشكل، لانه الهلال والمريخ كانوا موجودين معانا برده في دور المجموعات السنه اللي فاتت النسخه اللي فاتت، ولكن الهلال السنه دي اعتقد قدم اوراق اعتماد انه مش نفس الهلال اللي كان موجود معانا. واعتقد انه فريق ليه كل احترامه، انا بتكلم كوره طبعا، فريق لازم تعمل له مليون حساب ولازم تدرس وتذاكر كل نقاط قوته وكل نقاط ضعفه. تعالوا نشوف ال5 جولات دول. احمد مصطفى جهز لنا كده قرايه كامله عن فرقه الهلال، اهم لاعبيه، اهم نقاط ضعفه، اهم نقاط قوته. ده الطريقه دي طريقه اللعب بيلعبه على الورق 4-2-3-1، لكن في الملعب بتتحول الطريقه ل 4-1-4-1 او 4-5-1، ان هم بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه. هو ظاهريا اخطر لعيبه فيهم محمد عبد الرحمن ومكابي وفابريس نجوم، دول بيلعبوا في الخط الهجومي بلا مركزيه، مفيش حد ثابت. هو على الورق ممكن مكابي هو الفرود، واعتقد هو احرز 3 اهداف في دور المجموعات، لكن لا مركزيتهم في التنوع في التحرك ده خطر جدا على النادي الاهلي. ابو عقله ده اعتقد هو لاعب كورته كويسه، لكن هو بيتحول في طريقه اللعب للاعب بيتحول لرقم 6 والكره مع النادي الاهلي او حتى مع المنافس. فدي طريقه اللعب لو نقدر نتكلم عليها. نبدا بنخش على نقطه الضعف بتاعت نادي الهلال السوداني. حارس مرمى ايه الحقيقه؟ حارس مرمى ده هو اكبر نقطه ضعف. يعني انا كنت لسه هقول لك في مباراه حتى سان داونز الحقيقه كرات كتيره جدا اساء التعامل معاها، وكان ممكن جدا لو انت عارف لو سان داونز بيلعب المباراه دي بحسابات التاهل، يعني لو هو ممكن يخرج لو اتعادل او لو خسر كنت هتشوف مباراه ثانيه خالص وسكور ثاني خالص في مباراه أمودرمان. فده طبعا بص انت لسه بتتكلم حارس المرمى عنده مشاكل. سان داونز احرز فيهم، هم دايما فريق الهلال السوداني بيلعب 4-5-1 وبيقفلوا دايما العمق. فسان داونز اصلا ميزته كلها ان هو بيخترق من العمق، فما قدرش الهلال السوداني سان داونز يخترق الهلال السوداني. فبدا يتجه للتنوع في التسديد من خارج ال 18، وده حصل في الهدف اللي احرزوه في جنوب افريقيا، هتقع من حارس المرمى. واكيد مدرب سان داونز مذاكر جدا فريق الهلال السوداني، لان هو عارف ان حارس المرمى ابو 20 مهزوز شويه، وده هيحصل في الهدف اللي هيحرزوه في مباراه الذهاب وفي مباراه العوده اللي كانت من يومين. بص نخش على الحلقه اللي بعدها. هنا في مباراه الهلال وسان داونز في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا مظبوط. بص اللامركزيه، بص سوء التمركز سوري في فريق الهلال السوداني. عندهم سوء تمركز غريب جدا، واقفين كلهم برغم ان هم عندهم اطوال كبيره جدا في خط الدفاع، لكن هم بيتمركزوا اغلب الوقت غلط ودايما بيبصوا على اللاعب اللي معاه الكوره. فممكن عشان تضرب الفريق اللي بيتمركز غلط ده اللعيب دايما او بيقولوا القادمون من الخلف، اللعيب دايما اللي مش متراقب. فاعتقد ان اللعيبه اللي في نص الملعب مع النادي الاهلي، وهنيجي نتكلم عن النادي الاهلي فهنتكلم هيبقى ليهم دور مهم جدا في اختراق فريق الهلال السوداني. نكمل الحلل. بص ابو 20 ده ماتش العوده، ماتش العوده بص الكره سهله جدا هتقع من ايده. ايوه، فده يبين قد ايه هو حارس. هو عنده كمان مش بس في التعامل مع الكره، لكن عنده مشاكل في التمركز وتوقيتات الخروج. اوقات كتيره جدا كان بيخرج في توقيتات غلط، وده كان هيكلف فريق. ومعانا حاله دلوقتي هنشوفها دلوقتي، هو فعلا بيطلع غلط هنا. الجون ده الهدف طبعا. الجون طبعا بص هتقع من ايده برده، الكره اصلا مش قويه خالص. وقعت من ايده بطريقه غريبه. حتى هنا الجول كيبر في كره زي دي بيتهيألي انه بيطلع يعني يطلع الكره بره الملعب احسن واسهل وامن قرار ممكن تاخده، لكن هو رجعها جوه الملعب وكانت سبب في هدف. وكمان رد فعله بطيء، يعني حتى لما صد الكره حتى رد فعله بطيء. بص المساحه ضيقه جدا، كان ممكن يقدر يصدها تاني، لكن هو بطيء جدا في رد فعله. فقدر سان داونز يحرز منها الهدف الاول. نخش على الحاله اللي بعدها. ده الهدف.
هنا قلنا سوء التمركز بتاع خط الدفاع. بص سوء التمركز بتاع ماتشين احنا في السودان. ماتشين احنا في السودان الكره دي حسين الشحات لو كان جاب اول المباراه الكره اللي كانت تغير السيناريو وده السيناريو الافضل مع الهلال السوداني. الهلال السوداني فريق عنيف انت جدا. بتتكلم على ثلاث لعيبه جوه البوكس. بص محدش ماسك حد. محدش ماسك حد خالص. يعني غريبه جدا يعني سوء تمركز غريب واعتقد ان الهلال السوداني من الفرق ان انت لازم تدخل فيهم هدف في اول ربع ساعه لان هم لعبهم عنيف جدا وعندهم خشونه زايده وعشان كده سان داونز والحكم ساعدهم على الخشونه دي في ماتش سان داونز بصراحه وعشان كده اي فرقه بتلعب كوره زي سان داونز وحتى النادي الاهلي بيتعبوا معاهم جدا لان هم بيعتمدوا دايما على القوه والضرب والخشونه الزايده يعني. دي سوء التمركز هنا بص طلوع خاطئ جدا من ابو 20 لسه انت بتتكلم عنها دلوقتي فبرده كان ممكن يكلفهم هنا سوء التمركز. بص لاعب سان داونز في السكس يارده مفيش حد ماسك خالص هما الاثنين بصراحه محدش بص كام لاعب من الهلال السوداني بيبص على اللاعب اللي معاه الكوره هنا ده القط لاعب القطن الكاميروني. بص هنا بيقول لك قد ايه خط سوء التمركز ايضا وغير كده خط الدفاع بتاع فريق الهلال السوداني ضعيف. هنشوف لاعب القطن الكاميروني هيقعد يعدي واحد واثنين وهنا يبين ان في فرق في الامكانيات ما بين الهلال السوداني وبين حتى يعني برغم ان امكانيات القطن الكاميروني ضعيفه لكن متواضع. بص متواضع لكن قادر انه قاعد يعدي وكده احنا طبعا عندنا امكانيات اكبر منهم. نمره 7 اللي في القطن ده انت كنت كلمتني طبعا ده هو اللي جاب الهدفين في ليهم في القطن الكاميروني اخطر لاعب فيهم. ايوه هنا طبعا دي حالات حارس المرمى طبعا اللي احنا حارس المرمى مظبوط ده هدف سان داونز في ده هنا بص كره من ديانج كان لعيبه في الماتش الذهاب برده كره عاديه جدا وقعت من ايده هو ما بيمسكش اعتقد الكره تقريبا مفيش كره عاديه بص بيمسك بص دي وقعت من ايده برده بص كام كره وقعت من ايده فيبين قد ايه هو حارس مهزوز. طيب. ده دي نقطه حارس المرمى اللي بص الجون ده الكره في ايده ومتشطه مش قويه دخل الجون فعندهم انا اعتقد ان هو اكبر نقطه ضعف في الهلال السوداني ومدرب سان داونز باين جدا ان هو كان مذاكر فريق الهلال السوداني جدا لان هو في المباراه بتاعتهم في الذهاب قعد طول المباراه اغلب الوقت اي لعيب من اي مكان في الملعب بيشوط فدي كانت باينه جدا ان هو مدي تعليمات ان الحارس بتاعهم حارس مهزوز وحارس ضعيف جدا فالنادي الاهلي لازم يستغل ضعف حارس المرمى ابو 20 هنا طبعا نقطه القوه نقطه القوه طيب. طبعا معلش قبل ما اروح لنقاط القوه خلي الكادر معانا او تعالى يعني نرجع لمصطفى تاني هل غير حارس المرمى في فريق الهلال هل دي نقطه ضعف الوحيده ولا انت شايف ان لا عندهم سوء تمركز في خط الدفاع هي دي اكبر مشكله سوء التمركز في خط الدفاع وهم دايما اللي عندهم مشاكل ما تقدرش تختار من على الاطراف لان العمق صعب جدا تخترق فريق الهلال السوداني من العمق النادي الاهلي لو فكر يخترق الهلال السوداني من العمق هيقابله مشاكل كبيره جدا هيبدا يخش في صدام مع اللعيبه ويبدا في التحامات فالنادي الاهلي مش من مصلحته ان هو يخش التحامات انت متوقع ان الهلال يبني خطته هنا في القاهره على اساس جيم دفاعي هو بيلعب على احتمالين احتمال تعادل او مكسب وبالتالي هيكون فكرهم اكتر ان هم يلعبوا جيم دفاعي مع الاعتماد على هجمات المرتده ولا متوقع ان يلعب جيم مفتوح او انه يهاجم الاهلي مش هيقدر يهاجم الاهلي ويلعب جيم مفتوح تماما لان هو طريقه لعبه مبنيه اصلا على التحولات الهجوميه تمام. هو بيلعب زي ما شفت احمد خطتهم 4 2 3 1 ده بس لكن على الورق وعلى الملعب في ارض الملعب بتتحول 4 5 1 ابو علا ده بينزل لرقم 6 بيملى نص الملعب فهو بيقفل المساحات من العمق فانت عشان لو عايز تخترق الهلال السوداني في الملعب في استاد القاهره لازم تخترقهم من على الاطراف واعتقد احنا عندنا لعيبه عندها امكانيات وعندها حلول سهله جدا لان هم عندهم امكانياتهم اقل بكتير من امكانيات الاهلي فنيا لكن لو دخلنا من العمق هتبتدي تصطدم معاهم في القوه وهم بيلعبوا بخشونه زايده جدا وبشراسه كبيره جدا في الملعب. السيناريو بالنسبه لي برده مخيف بصراحه لانه هم في المرتدات الحقيقه منظمين جدا وعندهم سرعات وعندهم راس حربة يعني بشوف ليليبو ومكابي ليليبو لعيب كبير ودولي مهاجم كونغولي دولي فاعتقد هو عنده سرعات واحرز فينا هدف كونغو كده الفترة الأخرانية فايقة في موضوع المهاجمين ده طوارد. مش عارف ليه كل شوية مهاجم طالع كان في لعبة كوجو برضو طالع من كونغو يعني طالع من عندهم روس حربة بص ده هو لسه بنتكلم عنه مكابي بص الكرة دي بقى اعتقد مكابي ده اللي جاب الجون فينا في وهو جاب في نفس الجون بالظبط في القطن الكاميروني نفس الجون اللي هو بص نفس الجون بيتكرر تاني جابه بنفس الطريقه وعلى فكره الكره دي هم بيعملوها دايما من سواء من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين هم بيعملوها دايما دي الكرات العرضيه هم من بيعتمدوا عشان هم عندهم السرعه عندهم الاطوال فهم بيعتمدوا دايما ان من اي مكان في الملعب ما بيستنوش يوصلوا لنهايه الخط عشان يرفعوا لا هم من اي مكان في الملعب بيعلق في صندوق بالظبط بيعلق عندهم طبعا مكابي وعندهم محمد عبد الرحمن وعندهم لعيبه كلها عندها اطوال
دي الكره الركنيات. باسم جوما ده كان في الترجي او كان في هو تقريبا كان في تونس، في فرقه شمال افريقيا يعني، فريق في شمال افريقيا. صح، كان بيلعب في فريق لعيب كويس جدا، فاكر الاسم. لعيب كويس. لا هم عملوا تدعيمات كويسه جدا عشان البطوله، قالت لهم وقعوا في مجموعه طبعا صعبه الاهلي وصن داون، فكانوا عاملين تدعيمات كويسه جدا. دي الكرات الضربات الركنيه هم بيلعبهاش مره واحده، استغلوا طبعا فريق القطن الكاميروني وراح شويه الكره دي هتيجي في العارضه. فهم الكرات الثابته اعتقد مصدر خطوره، مصدر خطوره كبيره جدا 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 جدا. يعني دي التحولات الهجوميه السريعه، الهجمات المرتده عندهم نقطه قوه، الكور الثابته اللي حوالين الصندوق او من ركنيات، اي ركنيات هم دايما الحاجات اللي حوالين ال 18 بيلعبوها في الجون، لان هي بيبقى فيها زحمه وممكن تاخد حارس المرمى زي ما حصلت في مباراه الذهاب. وطبعا حصلت مع فريق القطن الكاميروني، وهنا برده هيحصل يعني في الجون الثاني. بص كره من نفس الطريقه برده، هو هيسدد في المرمى رغم ان القطن تعبهم. انا شفت ماتش الكاميرون، ماتش القطن، القطن ده 2-1، يعني كان مقدم جيم، كان ند على عكس الانطباع اللي ممكن تاخده عن فرقه القطن، لكن لعب جيم كويس وكان متقدم بنتيجه 1-0. وده ليه سبب يا احمد؟ ليه بقى؟ لان فريق القطن الكاميروني شبههم شويه، شبههم شويه في القوه والسرعات، انما لما تيجي تلاعب الهلال السوداني يلعب قدام فريق بيلعب كوره فهيعاني. هو عانى، انا شفت معاناته في الشوط الثاني كمان قدام سان داونز، واستغربت لانه سان داونز ما كانش بيلعب فول باور. سان داونز اغلب لاعبته كانت بتلعب وعندها رغبه في انها بس الشغف مش موجود، بس مش سان داونز اللي ظهر في اربع مواجهات قبل كده، فاهم؟ هم حاسين ان هم قريبين جدا من التاهل، مش عايزين يتعبوا نفسهم. صح. مش عايزين يتعوروا، مش عايزين. صح. ايه يعني طبعا ليهم حساباتهم وانا اتفاهم ده تماما، وانا لو مكانهم افكر بكده نفس الطريقه. بس في النهايه حتى وسان داونز بالحاله دي هو حاطط الهلال في نص ملعبه ومسيطر على المباراه بشكل كامل. مظبوط. صح. طبعا لولا التحكيم وضربة الجزاء، التحكيم سيء جدا، ده ضربة الجزاء تحس ان هو يعني هو صفر قبل ما اي حاجه تحصل. ايوه. فكانت دي غريبه جدا يعني. صحيح. بص الكرات العرضيه اللي بتكلم عليها في ماتش سان داونز برضه دي، لو مكابي كان حط يعني، بص سهله جدا حطها بس ما دخلتش في الجون طبعا. هي مشكله ما عندهمش برضه راس حربه بيلعب بدماغه كويس، عندهم لكن ما عندهمش اللي هو الهداف اللي بيلعب بدماغه كويس جدا يعني. ايوه. ده برضه من مباراه الاهلي برضه نفس الكلام. بص لو خدت بالك اغلب اهدافهم كرات ثابته اكتر ولا كرات ملعوبه؟ كرات ثابته طبعا اغلب اهداف الهلال. مفيش اي، هم ما عندهمش مميزات خالص، حتى في الكور اللي بيعملوا فيها التحولات الهجوميه بتضيع. أيه. ودي هنشوفها برضه. انا شفت الحقيقه مكابي ده، رغم ان انا بشيد بيه كمهاجم، ضيع كام كره في سان داونز، لكن ضيع في ماتش سان داونز كورت انفرادين ثلاثه ما يضيعوش بصراحه. يعني بالرغم ان الحارس طبعا ويليامز حارس اداهم هديه، اداهم هديه والله طبعا، اداهم هديه غريبه. بس هو عوضها يعني. صحيح. ده العنف اللي بقول لك عليه من قوتهم، ودي من ودي يعني انا شايف ان هي من اكبر القوه موجوده في الهلال السوداني، ان انت كنادي اهلي، النادي الاهلي بيلعب كوره، فالنادي الاهلي لعيب الكوره دايما هيعاني مع الفريق اللي دايما بيضرب. فبص هما دايما عندهم تعمد الضرب في محمد احمد في ماتش سان داونز كان المفروض التالت، كان واخد انذار، كان المفروض التالت مظبوط، وفي لعبه بعدها كان مفترض ياخد انذار تاني، الحكم ما حسبهاش، وفي لعبه بعدها ثالثه عند الخط برضه تدخل عنيف جدا، يا سدعي طرد الواحد. كل مباراتهم كده. بص احمد كل مباراتهم كده دخل. على فكره انا متوقع ان ماتش الاهلي هيبقى فيه ضرب، انا متوقع ان هيبقى فيه طرد يعني. هيبقى فيه عنف جامد، لان هم عايزين برضه يخوفوا النادي الاهلي في بدايه المباراه. بص ده ما بيلعبش اصلا على الكوره، بص داخل على الرجل على طول. فهم عندهم عنف وشراسه غريبه جدا في الملعب، وخشونه اعتقد دي تعليمات المدرب. في اوقات كتير في فرق بتلجا، يعني خلينا نتفق انه في النهايه دول لعيبه كوره زي اي لعيبه كوره في الدنيا. في لعيب كوره لما بيحس انه فنيا اقل في الملعب. صح. فبيعوض ده بشراسه، بضرب، اعتقد يعني حتى لو يعني لو ما عورش هو بيخوف اللعيب اللي يعني ما بتحس طبعًا. ان الفريق اللي بيلعب قدامك بيلعب كره عنيفه جدا، بتخاف. انت طبيعي لما تشوف لعيب داخل عليك جامد او داخل على زميلك جامد شويه بتهديك في الملعب او بتخليك تكش في الملعب. واعتقد ده المدرب بتاعه مدرب ذكي، هو عارف ان امكانيات الهلال السوداني مش قويه، ما عندوش اللعيبه المهاريه قوي، ما عندوش لعيبه. انا نفسي بجد يعني، بص في حتتين عندنا في الكوره في مصر طول تاريخنا، طول عمرنا، انديه ومنتخبات مش موجوده عندنا، التعامل النفسي مع الخصم اللي بيجدها جدا مدرسه تدرس فيها شمال افريقيا. صح طبعا. ازاي تعرف تطلع الخصم اللي قدامك بره تركيزه، ازاي تستفزه، ازاي تطلعه بره الجيم. هم شاطرين جدا، احنا ما نعرفش نعمل ده، احنا يعني مؤدبين او طيبين يعني زياده عن اللزوم شويه، فاهم؟ في الكوره ده واحد من الاسلحه طبعا اللي لازم تعلم لعيبتك ازاي تتعامل معاها. نمره اتنين،
الخشونه والعنف، ازاي تقدر تتعامل مع الفريق اللي في ليها توقيتاتها. ليها توقيتاتها وليها كمان استغلال ده. يعني الفريق اللي بيخش بشكل عنيف زي ما شفت في ماتشات الهلال كده، انا اقدر البس انذارات واقدر البس ضربات جزاء واقدر البس طرد، بس المهم اللي يبقى عندك من الذكاء انك تعرف تستغل يعني سذاجه الطرف الثاني في استخدام السلاح ده ضدك. طبعا هنا اللعيب الذكي دي الزكي صح. يعني لعيب كان محتاج كان عنده الحته دي كابتن محمد بركات. بركات كان عنده الحته جدا دي، كان بيلعب على النقطه ديت وكان يستغل. بص التحولات بقى الهجوميه اللي عندهم، ما بقولش تمثيل على فكره، انا بقول ازاي تلبس الخصم في كده انذارات وكروت حمراء وفاولات وركلات جزاء تلبيس صح. هو في خطا بس انت ازاي تظهر الخطا ده، هي دي المهاره او الذكاء اللي بتكلم عليه. دي التحولات الهجوميه. بصوا من نص الملعب اتعمل باص طويل جدا لمكابي. عنده سرعات غريبه جدا سرعات. هيقدر يسال سرعات، لكن الشناوي هيقرا الكره دي، والكره دي بنفسها بالظبط هتحصل في مباراه سان داونز. متحرك مكابي ده جدا جدا على فكرة. هو اصلا بيلعب جناح شمال. انا من ده هنيجي نتكلم عنه. وراح بكور كتير يعني في ماتش سان داونز بالذات وماتش الاهلي، الاثنين دول انا شفتهم بتركيز كبير. راح في اوقات كتير جدا من الناحيه اليمين، وفي اوقات كتير جدا راح من الناحيه الشمال. مظبوط. بانفرادات كامله. انا بتكلم فيه بقى ان هو لعيب ملوش عنده لا مركزيه. بيجي من كذا مكان في الملعب، عشان كده لما نيجي نتكلم عنه هنكتشف الحاجات دي. بص هنا الكره دي الشناوي هيقراها. الكره دي بالظبط هتحصل في مباراه سان داونز بالظبط في اول الماتش، بس هو استعجل في شاطها ايه هي دي. شاطها بدري شويه، شاطها بدري والجون صدها بطريقه برده بصراحه يعني ويليام صدها بطريقه. ودي واحده ثانيه من الشمال بقى، من الشمال. ايوه مظبوط. ايوه بالشمال صح. ودي برده بس دي سبر عليها ودخل بيها المنطقه بالظبط، بس شاطها ضعيف. ويليامز يعني حارس مميز صراحه جداً. هو حارس جنوب افريقيا اصلا جداً يعني جدا مميز جدا. هي بالظبط انت بتتكلم عنها موجوده فعلا بالزبط. ودي برده الاثنين هم دول الكورتين اللي انا بتكلم عليهم. الكورتين هو يعني باين لك خطورته، باين ان هو ملوش مكان ثابت. ايوه هو بيجي من اي مكان في الملعب، رغم ان هو اصلا مكانه الثابت هو جناح. بص هنا اللي مركزيه. بص محمد عبد الرحمن اللي هو المفروض ساعات احيانا بيلعب فيرود. بص الثلاثه، بص نفس الكلام هنا المكان الفاضي. هم فين محمد عبد الرحمن ده؟ يمكن ما يعني ناس كتير من اللي اتفرجت ما تحسش بيه لعيب خطير او كده، بس انا بشوفه جاب جون في النادي الاهلي اتلغى، وجاب جون في القطن الكاميروني اتلغى برضه يعني. هو على فكره بس انا بشوفه لعيب كوره. لا لعيب كوره طبعا، لعيب كوره طبعا كويس جدا. يعني ليليبو مهاجم صندوق، مهاجم صندوق سريع. لكن عبد الرحمن لعيب كوره، لعيب كوره تقيل. لا هم الثلاثه اللي بصراحه المثلث اللي قدام فابريس نجوما كمان بالظبط، مثلث خطير جدا ومزعج، وعندهم التحولات هتبقى خطر على النادي الاهلي. هم دول اكبر خطوره على النادي الاهلي في مباراه ان شاء الله القاهره. يعني اعتمادهم اكثر على الكور في التحولات دي، على الكور الطوليه مش على اللمسات السريعه. لا على الطوليه ما فيش، كلها كور طويله طويله جدا، لان هم عندهم السرعات. ايوه هم بيحضروش مهم الواجبات الدفاعيه بتاعه خط الهجوم وخط النص. مظبوط صح. يعني مهم جدا التركيز. ايوه ما نغفلش في الحاجات اللي هي المرتده دي، لان بص هم ما عندهمش زياده. هم هنا كام لاعب في الكاد؟ هنلاقي بص محمد عبد الرحمن ومكابي، فهنا يبين قد ايه ان هم يعني ما بيروحوش بزياده خالص. هم لا هم بيلعبوا في نص ملعبهم، بيعملوا التحولات مميزين جدا، وبيستغلوا طبعا، بيستنوا طبعا كره ثابته او ضربه ركنيه، حتى لما بيوصلوا بيعدوا نص الملعب بيعملوا حاجه، بيبداوا يرفعوا الكره من اي مكان. الاطوال وعندهم القوه ان يقدروا مثلا يطلع يركب كره بالنواه. هنا اهو مكان ده ماتش القطن. ماتش القطن طبعا ده مكابي. هنتكلم بقى مكابي ده اخطر لاعب، وانا قلت لك ان مكابي ده يعني هنتكلم عنه طبعا. انت قلت ان هو لاعب دولي ولاعب مميز جدا، لعيب عنده سرعات، بيلعب جناح شمال وبيلعب جناح يمين، وده شفناه حتى في مباراه النهارده زي ما انت قلت يا احمد. ضيع كره هنا وضيع كره هنا. هيجيب جون في القطن الكاميروني واحرز هدف في النادي الاهلي. هو الاساسي في الكرات الثابته، هو الاساسي حتى في الكورنرات، حتى في الكورنرات هو بيلعبها. راس الحربه برغم ان المفترض يبقى موجود مزبوط. الصندوق لكن بس هو بيلعبها مميزه جدا، ان هو هيجيب جون بيها، هيجيب جونين في المباراه دي على فكره. ايوه يعني هو بص الهدف ده غير الجون اللي جابه فينا، غير الجون اللي جابه فينا هيجيب جون. بص الجون الثاني هيجيب طريقه مميزه، وانا يعني دي كرة برده ثانيه في مباراه سان داونز برده ضيعها، هي دي اللي انت قلت عليها قرب من ناحيه الشمال. مظبوط. نكمل في حاله انا عايز اوريها لك يا احمد. بص ده الهدف اللي احرزه في القطن الكاميروني. كره ثابته واتلعبت مباشره بطريقه بيعملها بطريقه كويسه جدا. أيه. لان انت كحارس ممكن تتهيأ ان هي تترفع فيبقى في زحمه. ايوه فبتخيل اكدوا لي دلوقتي مكافي ليليبو هو هداف دوري ابطال افريقيا. هداف دوري ابطال افريقيا. بص هنا ده مش طبعا مش في الدوري الابطال، مش في الدوري الابطال. بص قد ايه هو ده في الدوري السوداني. بص هو طبعا مش هو اللاعب اللي كان فاول من على ال 18. بص تحرك مكابي الكره دي هيحطها جون مره واحده. مكابي ده اللي بيستقبل الكره، هو اللي بيستقبل الكره ويحطها جون مره واحده.
هيجي. بص هو ذكي جدا جدا، الكره دي هيعملها كتير جدا يعني، هو تركيبته تشكيله جسمانه سرعاته، انا بشوف انه عامل زي الثعلب، ما تعرفش يعني جاي منين. لا بتكلم على انه مواصفات مهاجم صندوق بالظبط، يعني مهاجم صندوق خطير دي حقيقه فعلا. هو مهاجم خطير جدا ومزعج، ومش عنده مركز ثابت انت تقدر تمسكه منه. هو بص في الكره دي هيبان التنوع. جاي من مكافي ده تعرف جاي منين؟ جاي من انجولا على طول ولا كان محترف حتى تاني؟ لا اعتقد، لا انا يعني ما عندكش معلومه. لفت نظري بصراحه قوي. لا لا لا، ولعيب دولي كمان. بص الهدف الثاني في القطن الكوريه يحطه بطريقه مميزه جدا. انا عايز اجيب بس الكادر اللي قبلها. بص هو هيعمل ايه يعني، ممكن بس نجيب لا الكادر بعد في لقطه كده معينه. ده الهدف، ده الهدف. في هدف ثاني في نفس المباراه دي، هو نفس هو هي الكادر اللي فات. ممكن نكمل بس. طب نرجع ثاني على لا نكمل نكمل على طول نكمل. بص هنا دي كانت رمي التماس، ده الهدف الثاني. ايوه مكابي لو فتحنا الكادر او جبنا اللقطه اللي بعدها هنلاقي ان اصلا مكابي واقف جدا هناك خالص عن ال 18، بعيد بعيد جدا. مكابي بص هيعمل ايه، مكابي هيسرق كل اللعيبه، وهنا دي ميزه مكابي على فكره جدا. هينزل هيجي هيتحرك لهنا. بص هيتحرك لفين يا احمد؟ ممكن نكمل هنشوف مكابي هيوصل فين. بص هو مش ظاهر في الكادر. ايوه نكمل الهدف التاني. بص أيوه بص هنا. مكابي وصل هي دي. بص هو ما كانش ظاهر في الكادر اصلا. صحيح، مسافة ما الكرة اتلعبت وسط، الكرة ما اتلعبت هو راح مقرب، هو قابل قابل وحطها مرة واحدة مفاجأة طبعا. بس ده طبعا يعني دي مش بالصدفة، دي الكرة دي لا 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 مش بالصدفة، متمرنين عليها الكرة اللي هو هيعملها او متفق عليها يعني. متفق عليها طبعا. هو لاعب بيسرق الملعب زي ما بيقولوا كده، هو بيجي دايما ملوش مكان ثابت، ما تعرفش هو جاي منين. فدايما بيتحرك. ومدربهم الحالي كان ماسك قبل كده منتخب الكونغو اعتقد، مظبوط كان وكان ماسك نهضة بركان، فعنده يعني نهضة بركان في الكونفدرالية بقاله أربع خمس مواسم الحقيقة يعني. وصل بيهم مع بيراميدز هو و أيوة كسب بيراميدز كسب الكونفدرالية وظهر معانا في بص هو ده. بص كل ده أنا يعني بس هو ده طبعا هنا مكابي. مكابي بص هيعدي واحد على واحد، دي برضو ميزة تانية جدا. مكابي هو اللاعب ده اللي هيعدي. عدى بص الفرق مين اللي أقرب للكورة؟ لاعب القطن. بص الكورة لو جبنا النقطة اللي بعدها نلاقي إن مكابي هيسبقه. مكابي سريع جدا، ده باين قد إيه سرعات مكابي. ان هو لازم يعني طبعا احنا ما نعرفش هو هيلعبه في انهي مركز. بص الكره دي اللي هو برده جاي منين. بص الكره مكابي مش ظاهر في الصوره. الهلال الابيض، الكره اتعرضت الهلال الابيض الابيض الهلال السوداني. ايوه ماتش في الدوري السوداني، الكره تتعرض، مكابي هيظهر في الكادر، هيجي من ناحيه الجناح الشمال وهيحط الكره جول. لو كملنا اللقطه بعدها هنلاقي مكابي مكمل وبيحط الكره هدف. نروح للقطه اللي بعدها. لا مش هي دي بس. دي برده مكابي هو برده هيخطف الكره متعرضه. مكابي هيخطف قبل حارس المرمى ودايما بيسرق المدافعين. تمام. هنا في المباراه اللي قلت لك عليها الموسم اللي فات احرز هدف فينا، كان مكابي ما كانش بادئ المباراه دي. لعب قدامنا الماتش طبعا كان هو كان موجود معاهم السيزون كان موجود معاهم. ده هو دخل الكره دي من ناحيه واخيرا من ناحيه الباك رايت، هيعدي من ايمن اشرف وهيشوط الكره وشناوي هيصدها، هترد تاني وهو هيحطها يكمل عليها فولو ويكمل. هنا برده هو مكابي الكره دي برده هيعدي. بص السرعات بتاعته، هيعدي من محمد هاني فده يبين لك خطورته. هيعدي بس الشناوي طبعا هيصد الكره دي. بص يعني هيجيبها على فكره، هيجيبها والشناوي طبعا. طلع الشناوي في وقت مثالي قفل عليه الزاويه، فهو لاعب خطير. ماتشك يا شناوي. دي حقيقه. ماتشك اللي جاي ده يا شناوي، ماتشك لانه الاهلي إن شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. انا شايف انه الاهلي قادر يسجل. الاهم انه ما يستقبلش. الاهم من انه يسجل انه ما يستقبلش، او الاثنين على نفس القدم اهميه، لانك محتاج تسجل. محتاج تسجل على الاقل هدفين عشان يطمنوك ويريحوك بدون اي مفاجات. زي ما اتفقنا باكد مره ثانيه على حضراتكم، الاهلي محتاج يفوز 1-0 يعني. لو الهلال ما سجلش الاهلي يكفيه هدف واحد فقط للتاهل لدور الثمانيه. اما لو في حاله انه لا قدر الله الهلال سجل هدف، يبقى الاهلي محتاج انه يفوز بفارق هدفين. مظبوط مظبوط يا احمد. مظبوط طبعا، وان شاء الله النادي الاهلي هيحقق اكتر من هدف يعني. ومش هيدخل هي لو تسالي على ثانيه، لو كجمهور يعني وانت عشمان يعني، الجمهور عايز مباراه عظيمه بسكور عظيم. بس الواقع غير كده. يعبر عن الواقع مش غير كده. الواقع بيقول انه احنا لو في حالتنا يعني، احنا لو من النهارده، احنا لسه بدري قوي. لو من النهارده اليوم، اعتقد اراهن على يوم واحد، يوم واحد لو من النهارده اليوم واحد استعدنا حالتنا المعنوية والفنية والبدنية، لا نقدر بكتير. صح ولا طبعا إيه؟ لا نقدر طبعا. يعني لو في حالتنا وفي تركيزنا وجاهزين ومحضرين نفسنا كويس قوي للمباراة دي على انها مباراة نهائي بطولة، لا نقدر هنا في ملعبنا نكسب. وانا اعتقد ان هي فعلا يعتبر بمثابة نهائي للنادي الاهلي. لو صعد هيبقى خطر على كل الفرق، واعتقد هيبقى اقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا.
وان شاء الله ان شاء الله كمان يعني الاهم انها تقول، لانه خد بالك انت دور المجموعات دايما بيبقى اهون واهدى واسهل من الادوار الاقصائيه بعد كده. حقيقة. انت رايح تقابل الكبار، والكبار الحقيقه السنه دي مقدمين في البطوله مستوى محترم جدا. يعني الوداد، الرجاء، سان داونز، بلوزداد، سيمبا لسه كسبان سبعه، سيمبا، الترجي، كلهم بيقولوا احنا السنه دي مش زي السنين اللي فاتوا بصراحه يعني. فانا متوقع الادوار الاقصائيه تبقى ضرب نار، فمهم جدا كمان تاخد من دور المجموعات دفعه تساعدك في اللي جاي بعد كده، وتقول لافريقيا كلها انه اللي حصل للاهلي في دور المجموعات ده بس مجرد كبوه، لانه الظروف كانت صعبه جدا علينا في ال 40 يوم دول. والنادي كان راجع من كاس العالم للانديه برضه ما ننساش، فدي كلها كانت ظروف يعني. بالظبط كده. طب نروح لقائمه المنتخب ولا ازعلك لو رحت للكلاسيكو؟ لا نروح لقائمه المنتخب. طب نروح لقائمه المنتخب. دي القائمه النهائيه اللي اعلن عنها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لمواجهتين هيجمعونا بملاوي في تصفيات افريقيا. طبعا المباراه الاولى هتكون عندنا هنا في القاهره يوم 24، والمباراه الثانيه هتكون في ملاوي يوم 28. استعرض القائمه. القائمه طبعا حراسه المرمى محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي. خلينا كده ناخد ايه كل خط خط وتقول لي هل كان في اسماء تستحق او هل كان في اسماء وجودها مفاجاه بالنسبه لك؟ لا انا شايف ان بصراحه حراس المرمى يعني يستحقوا الثلاثه يبقوا موجودين في محمد المرمى. الشناوي واحمد الشناوي ومحمد محمد صبحي لما لعب اخذ فرصه مع نادي الزمالك اعتقد كان جدير بالسنه. وده ما يقللش من عواد بصراحه طبعا، حارس عمل الموسم اللي فات كويس جدا، لكن محمد صبحي حارس مميز وحارس صحيح دولي. صحيح. طيب خط نروح الدفاع. لخط الدفاع طبعا عوده محمد هاني، وده اعتقد مكسب لمنتخب مصر من فتره كبيره. انضمام محمد هاني وهشام صلاح، في محمد حمدي، احمد فتوح، احمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، اسامه جلال. هو هنا اختار باكين يمين هشام صلاح ومحمد هاني، وباكين شمال حمدي وفتوح. واحمد فتوح، واختار في قلب الدفاع اربع اسماء: حجازي وعلي جبر وعبد المنعم واسامه جلال. في اسماء كانت تستحق انها تنضم او تستمر؟ لا اعتقد هو يعني شايف ان الاختيارات في حتى في اعتقد ان ممكن في ناحيه الباك رايت كان يستحق علي فوزي. باك رايت انبي كان يستحق الانضمام للمنتخب وياخد فرصه. أيه. لان لاعب مميز جدا بغض النظر عن هدف الاحراز في نادي الزمالك، لكن هو لاعب باك رايت عصري يعني بيهاجم. صحيح. دايما، ولاعب عنده حلول، ولاعب عنده امكانيات فنيه ومهاريه كبيره يعني. تمام. كان يستحق فرصه يعني. في الباك الشمال مفيش خلاف على حمدي وفتوح في الفتره الحاليه؟ طبعا مفيش خلاف. تمام. وفي القلب طبعا حجازي وعلي جبر وعبد المنعم واسامه جلال. مظبوط. لا واعتقد ان الاصابه حرمت متولي بصراحه، دي حقيقه يعني كان قريب شويه لانه كان يستحق الحقيقه انه يبقى موجود مع المنتخب، لكن البركه في اللي اختاره روي فيتوريا. نروح لخط النص. خط النص طبعا طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، محمد صلاح. طبعا انا شايف ان اختيارات في استبعادات هنا كتير، في استبعادات كتيرة. في استبعاد لأحمد حمدي، في استبعاد لأفشة، في استبعاد لسام مرسي، بس سام مرسي يمكن في وعمرو السولية، بس عمرو السولية اعتقد عشان مش جاهز لسه برضه، مش يعني وجوده مهم جدا يعني. عمرو السولية مهم جدا يعني. خد بالك مثلا حسين الشحات لولا اصابته اعتقد انه كان هيخش قائمه منتخب اكيد، كان لازم مهم جدا من يعني اعتقد هو من افضل لعيبه في الدوري المصري طبعًا في الفتره الاخيره طبعا يعني. ومع الاهلي عمل في بالذات في مونديال وبعد المونديال عمل ماتشات عاليه جدا ووصل فورمه بصراحه هايله، لكن الاصابه يمكن هي اللي ما خلتوش يدخل في الاختيارات. كان يستحق فعلا دور المنتخب. حمدي بالنسبه لك علامه استفهام؟ حمدي فتحي؟ لا احمد حمدي. حمدي فتحي موجود. حمدي فتحي موجود. احمد حمدي مش علامه استفهام، هو الراجل برضو بيفاضل بين اللعيبه اللي موجوده، واحمد حمدي هيجي يلعب على مين؟ يعني احنا ممكن تاخده يعني. بص لو بصيت للتوليفه اللي هو عاملها في نص الملعب، احمد حمدي هيبقى موجود على مين؟ على حساب مين؟ صعب. يعني بغض النظر امام عاشور لعيب يعني طبعا مش عايز اقول ان مكسب فيتوريا، انا بالنسبه لي لاعب اكتشاف هو محمود حماده، لان انا محمود حماده ده بتكلم عنه من فتره كبيره، لاعب لولا انضمامه لمنتخب مصر على يد فيتوريا يعني ما كانش حد كان يشوف محمود حماده. بس حماده لعيب كوره بصراحه، لعيب كوره فعلا، لعيب كوره، واعتقد ان هو ليه دور اساسي جدا. لعيب كوره، وكمان حط على دي غير انه لعيب كوره عنده شخصيه. بالظبط. وده باين جدا الملعب، في لعيب تحس بشخصيته. صح. يعني لعيب كره فيتوريا قال عليه كده في المؤتمر الصحفي. تريزيجيه والنني طبعا اصابه واستبعاد اصابه طبعا. الخط الهجوم مصطفى محمد وكوكا، وطبعا عوده كهربا. طبعا كهربا طبعا يعني اعتقد هو مكسب لمنتخب مصر ومكسب للنادي الاهلي. كهربا يعني عنده ميزه، وانا اتكلمت معاك فيها قبل مباراه القطن الكاميروني، كهربا اللعيب الوحيد في مصر اللي عنده ميزه يعني اعتقد مش موجوده في كل مهاجمين مصر. بيجيب من انصاف الفرص، بيعرف يجيب جون. أيوة. واعتقد ريفي توري قال كده، قال لك انا كنت مقتنع بكهربا، لكن بعد الثلاثيه في مباراه القطن اكد قراري. أيوة. فكهربا
عنده مميزات، بيعرف يجيب جون جدا، ودي ميزه مهمه جدا. ما ننساش ان كهربا اصلا في الاصل جناح. أيوة. لكن كهربا من بدري جدا، من ايام حتى مستر كوبر هو بيلعب فرد، واحرز هدف في منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه في 2019. فاعتقد ان محمود كهربا مكسب كبير جدا، وعودته كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر. بدايات دويتو، بمناسبه كهربا، هل شايف في بدايات دويتو بين بيرسي تاو وكهربا؟ يعني ما حسيتش من ساعه ما جه بيرسي تاو الاهلي انه متفاهم او متجانس او يعني عامل ثنائيه كده فعلا زي ما حصل مع كهربا مثلا؟ دي حصلت فعلا في كذا لقطه. لقطه في القطن الكاميروني وفي كاس العالم للانديه، طبعا البسرول اللي عمله كهربا بكعب وبيرسي تاو، فباين جدا ان في تفاهم حتى في الاحتفال ما بينهم من بعض. حاسس ان في ثنائيه فعلا، اعتقد ان هي الفتره الجايه هتبقى مزعجه لاغلب الفرق، لان الانسجام. وبعدين كمان فيهم ميزه انه الاثنين لعبوا في المكانين دول، يعني بيرسي تاو اوقات كتير لعب راس حربه، وفي اوقات كتير لعب جناح. كهربا اساسا جناح وبيلعب راس حربه، فاحساسهم بالمكان، قدرتهم على تبادل الاماكن كمان ممكن يعني تبروز الدويتو ده بشكل كبير. لا لا صح طبعا، اعتقد ان هم ثنائيه هتبقى مرعبه جدا، بيرستا وكهربا، ويعني ويا رب ان شاء الله يعني في مباراه الهلال السوداني تبقى هم الثنائيه ديت تحرز هدفين يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اختم بقائمه المنتخب بس، هل في حد كان يستحق الانضمام في خط الهجوم مع كوكا ومصطفى وكهربا؟ ما انا شايف ان هم الثلاثه الافضل حاليا. لا، في لعيب ممكن ينضم من وجهه نظري، يعني كان ياخد فرصه، محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر اعتقد النص. لاعب خط النص، لاعب شايف ان هو عنده امكانيات، ولاعب يعني مقدم موسم مميز جدا مع نادي فيوتشر، فكان يستحق ان ينضم لمنتخب مصر لعيب. بس زي ما قلت لك، المشكله ان هو في لعيبه كتيره في نص الملعب، فهو مش عايز يجيب حد يقعد. طيب انا يعني مش هدوس اكتر من كده، دوست خلاص، مش هتكلم في الكلاسيكو لما تجي لي بقى، وهات بلال معاك وانت جاي، هاته في ايدك عشان تبقوا انتوا الاثنين مع بعض كده. سامعني يا بلال؟ سامع طبعا. خلينا نروح ونختم بقرعه الشامبيونز ليج سريعا جدا، معانا يعني وقت ضيق، هنناقشها بالتفصيل طبعا، بس يعني شايف القرعه ازاي؟ ولو طلعت فرقه من هنا وفرقه من هنا، طب خليني قبل فرقه من هنا، سيتي بايرن، مين يا احمد؟ السيتي بايرن، السيتي، الريال وتشيلسي. الريال. المفروض ما اسالكش بصراحه، هتقول تشيلسي. لا والله مش نابولي يعني والميلان كوره يعني. نابولي والميلان. نابولي. الانتر و بنفيكا. بنفيكا هنا مفاجاه بالنسبه لي هتحصل، بنفيكا يصعد قبل النهائي مع نابولي. توقعاتك للمباراه النهائيه بدايه، شايف انه السنه دي يكون في دور الثمانيه يكون في نابولي وفي ميلان وفي الانتر، في تطور حصل في الكره في ايطاليا؟ طبعا ايطاليا راجعه يعني. ايطاليا راجعه طبعا. يعني اعتقد كمان طرفين النهائي يا احمد، طرفين النهائي ريال مدريد ونابولي، مانشستر سيتي ونابولي، وبيننا حلقات جايه. بشكرك يا ابو حميد، نورت الدنيا حبيبي يا احمد، اسعدتنا بوجودك معانا. كل سنه طيب، وانا دايما مبسوط انا معاك. طيب، ونشوفك دايما على كل خير، وبشكر حضراتكم على متابعه النهارده. شغالين بقى بالراحه وعلى مهلنا كل ده، انتظارا طبعا مواجهه الاهلي والهلال. هنفصص الهلال حته حته ونقراها مع حضراتكم في الحلقات اللي جايه من السادسه. تحياتي ليكم وشكرا على المتابعه.